سيدات معي وسيلة كما كنت شاهدت كزيئة بمدير الترابي ومصلحة الرقابة وأستاذة مؤقتة في جامعة عين تيمشن. كنت درست المالية العمومية وقد أشار السيد رئيس المحكمة إلى أن أهمية الضرائب أنها منذ القدم يعني كان عندها أهمية قصوى في بناء الدول، خاصة كانت أهم يعني أهم كانت الضرائب في القديم من أجل الحروب يعني من أجل حماية الدولة من الغزوات ومن حماية البلاد وحماية مصادر الدولة. إذا أهمية الضرائب أنا كأستاذة وكمفتشة بالضرائب أرى أن الطالب الجزائري ليس يملك أي وعي من ناحية الضريبية، يعني أنا كي قريته حسيت أنه الطالب ما يعرفش واش معناتها علاش ما نخلص الضريبة، يعني كل مرة كنت نشرح لهم علاش نخلصوا الضرائب أو أنتم مكلفين مستقبليين، إذا ممكن يكونوا مقاولين يكونوا أطباء فيكم غادي تخلصوا الضريبة، يعني كلكم مكلفين بالضرائب الضريبة، ولكن لماذا؟ هنا هناك انعدام وعي في المستوى على مستوى الطلبة، هذه أولا. ثانيا كيشوفوا أيضا الجهة القانونية، يعني الطالب لا يعي من الناحية القانونية دور المجالس الشعبية والمجلس البرلماني في تحديد النظام الضريبي وفي تحديد القوانين الضريبية، يعني هو بروحه هو مكلف بالضريبة وأيضا يساهم في تحديد هذا النظام الضريبي عن طريق البرلمانيين وعن طريق الممثلين تاعه، ولهذا ما نبي نحن النمو هذا الوعي الضريبي والوعي الوعي لدى المواطن انه كيفاش يدير الناس يحدوا الضريبه اللي تساعده يحدوا الضريبه اللي تحقق له تحقق الامن تاع بلده والتنميه في بلده. الطالب الجزائري مازال ما يعرفش ما عندهش معلومه كلش سواء من عند الوالدين تاعو ولا من عند المحيط تاعه، لماذا هذه الضريبه لها اطار قانوني؟ لماذا يجب اجباريه الضريبه؟ لماذا نجبرها باسم القانون؟ هنا يجب على الجامعه ان تركز خاصة في المقاييس المالية العمومية والمقاييس الضريبية والمحاسبية على الوعي لدى الطالب الجزائري حول هذا الموضوع. هذا من جهة.